And it goes a little something like, وقبل ما نبدا ما تنسوش تصلوا بينا على النبي وتشكروا الله. هسيب لكم رابط جيميل الشغل والانستا في صندوق الوصف، ما تنسوش تدعمونا بميزه التشكرات تحت الفيديو. يلا نبدا احداث الدراما مع بعض. الجزء الثاني والاخير بيبدا لما بيتقبض على جيا ابو هيون ومرات ابوها، وتصرخ عليهم نان وتحاول تضرب هيون، فتمسكها وتضربها هي بالكف وتقول لها الكف ده عشان انت خطفت مني تشو في يوم من الايام، بس حابه اشكرك لانك لو ما عملتيش ده ما كنتش شفت حقيقته وعرفت قد ايه هو فاسد. فتقولها انت مجنونه يا هيون، انت ازاي تتجرئي تضربيني؟ فتقول لها من رايي تبداي تخافي على نفسك، انت لوحدك دلوقتي وابوك ومامتك في السجن ومفيش طريقه تخرجيهم منها تاني، وتسيبها وتمشي. فتقول لها نان لا انا مش هسمح ان هما يتسجنوا، لازم الاقي حل. صح تشاو، هكلمه يساعدني. وتروح تجري علشان يساعدها فعلا، ويجي تشاو ويقول لها في حاجه ولا ايه؟ فتقول له ان هما قبضوا على ماما وبابا وانا عاوزك تساعدني. فيقول لها بتهزري؟ اساعد مين؟ الاخبار انتشرت فعلا عن جريمه اهلك، وانا مش هدخل نفسي واسم العيله في موضوع زي ده. فتقول له انت مش قلت لي قبل كده مهما حصل هتفضل جنبي؟ فيقول لها ده كان زمان لما كنت البنت الجميله بنت عيله جيان الكبيره، دلوقتي عيله جيان انتهت. فتقول له بس انا مراتك وماليش حد غيرك، ده غير ان انا ام ابنك وانت عاوز تفضل كده وجد عيالك في السجن. فيقول لها كويس او انك فتحت الموضوع ده، انا كنت عاوز اتكلم معاكي فيه عن موضوع الطلاق. فتقول له الطلاق؟ لا مش هينفع نتطلق، انا حامل. فيقول لها ما عنديش مشكله، ما اشوفش الطفل ده، كنت بتمنى ان هو ما يبقاش موجود، كنت بتمنى ابقى مع هيون دلوقتي، على الاقل هي اجمل واعقل منك بكتير. وخلاص عيلتك انتهت وانا ما عنديش اي مشاعر من ناحيتك، هنفضل سوا ليه؟ فتقول له واضح كده ان كل اللي كان فارق معاك فلوس العيله صح؟ فيقول لها اكيد مش جمالك يعني، ولا ما كنتش سبتك كل السنين دي؟ فتقول له تشاو انت فاسد، واضح ان انا كنت فاهمك غلط طول السنين دي. فيقول لها واخيرا فهمتي؟ يلا خلاص لازم تتخلصي من الحفيد ده. فتقول له لا. فيقول لها ما تجبرنيش اوريكي وش تاني. فتقول له هنشوف، وتسيبه تمشي ويمشي وراها. وفي الوقت دوت يقول كان لهيون سمعت تشاو عاوز يطلق نان. فتقول له عرفت، هي تستحق ده. وتاني يوم الصبح تصحى هيون جنب كان، وتبص عليه وهو نايم وتقرب منه عشان تقبله، فيصحى وتتكسف جدا ويقول لها انت بتحاولي تعملي ايه؟ فتبعد وتقول له انا كنت عاوز اسالك هو النهارده كام؟ فيقول لها النهارده؟ ويقول لها انت بتهزري صح؟ مفكره ان انا مش فاكر النهارده؟ النهارده ذكرى جوازنا، انا فاكر كل ذكرياتنا ما تقلقيش. ايه رايك نخرج سوا؟ تحبي تروحي فين؟ فتقول له نتمشى سوا ونروح نتغدى بره ونروح جنينه كمان. فيقول لها مش هنروح الملعب؟ فتقول له كان نفسي اروح بجد من زمان، انت عرفت منين؟ فيقول لها قلت لي قبل كده انك كنت بتحبي تروحي هناك مع مامتك، بس من وقت وفاتها وما بقيتيش بتروحي. فتقول له اه فعلا شكرا ليك قوي يا كان. ويروحوا سوا فعلا ويتمشوا سوا، وتقف تتصور هيون وبعدين تصور كان، ويكونوا مبسوطين الاتنين سوا ويمشوا، وتشوفهم واحده من صحاب هيون وتقول لها ايه ده هيون جيان انت ده فعلا؟ كنا سوا في الجامعه وانت طول عمرك بتلعبي بالشباب، والمره دي موقعه واحد معاك كمان. فتقول لها غوان انت بتقولي ايه؟ فتقول لها ايه غلط في كلامي؟ وبعدين انت ما تعرفينيش، انا بقيت احسن منك دلوقتي. فيقول لها كان واضح من هدومك التقليد. فتقول له انت بتقول ايه؟ هي مين اللي هدومها تقليد؟ فيقول لها انت. فتقول له انت مجرد معاق، انت ايه اللي يفهمك في الحاجات دي اصلا؟ فتقول لها هيون انت بتضيعي وقتنا على الفاضي وعلى كلام ملوش لازمه، جوزي كويس ولو انت ما بتعرفيش تتكلمي احسن من كده ممكن اعلمك، ما عنديش اي مشكله. فتقول لها انت ازاي بتكلميني كده يا هيون؟ انا متجوزه راجل غني جدا دلوقتي، انت مش شايفه الخاتم عامل ازاي؟ ده 5 قراط، اما انت بتتكلمي وانت ما فيش في ايدك حاجه اصلا. اه لا ثواني، انت تلاقيكي عشقته صح؟ علشان كده ما بتحضريش لم شمل الدفعه، اتضح انك خايفه ان احنا نعرف الحقيقه. فيجي هنا جوزها ويضربها بالكف وتقول له انت بتعمل ايه؟ فيقول لها انت ازاي تتجرأي تتكلمي كده مع الرئيس كان ومراته؟ ويعتذر من كان ويقول مراتي ما تعرفش انتوا مين، انا اسف. فيقول له وده يسمح لها ان هي تقول عني معاق وعن مراتي عشيقه؟ واضح انك متجوز زوجه صالحه فعلا. فيقول لها اعتذري يلا فورا. فتقول اسفه، ما كنتش اقصد يا هيون انا اسفه بجد، وانت يا رئيس كان انا اسفه. فيقول طالما جوزك غني بقى يبقى مش محتاج يشتغل عندي تاني، خليك جنب مراتك. فيقول له لا رئيس ارجوك سامحني. فيقول له انت لسه واقف هنا ليه؟ امشي يلا وخد مراتك معاك. ويطلعوا يجروا الاتنين،
ويمشوا هيون، وكانوا تقول له اخيرا قدرت اسكت غوان هي طول عمرها كده، فيقول لها مبسوطه فتقول له طبعا زمان ايام الجامعه كنت مفكره ان دي مجرد فتره لها وهتعدي، ما كنتش متخيله تفضل كده طول عمرها، فيقول لها صعب تغيري حياه حد وطبع حد، فتقعد وتمسك ايده وتقول له وانت ما غيرتكش، فيقول لها بسببك انت بس عرفت معنى الحب وانت، فتقول له زي ما انت عارف الاول كنت مفكره ان تشاو حب حياتي، ما كنتش اعرف حقيقته، ما كنتش متخيله حد يخدع حد طول السنين دي علشان فلوس عيلته بس مش اكتر، احنا كنا سوا سنين كتير ورغم ده ما كانش يعرف انا بحب ايه وما بحبش ايه، حتى تفاصيل حبنا مش فاكر فيها اي حاجة منهم، لكن انت غير، انت بتحبني وبتحترمني ودايما فاكر كل مناسباتنا، ده غير انك فاكر وعارف كل تفصيل عني، صحيح اتجوزت منك في البداية اجباري لكن دلوقتي كان انا بحبك قوي، ويرجعوا البيت بالليل سوا ويقول لها كان اليوم كان حلو قوي كنت محتاجة افصل شوية، فتمسك ايده وتقول له ان كل اجازه لينا هنخرج سوا ايا كان المكان اللي انت عاوزه اتفقنا، فيقول لها ماشي بس بصراحه انا عمري ما حد احتفل معايا باي ذكرى تخصني، انا زي زيك بالظبط، شاكك ان في حد اتخلص من ابويا ولحد دلوقتي ما قدرتش امسك اي دليل في ايدي، عشان كده لما حكيتيلي عن حياتك ما استغربتش لنهائي لاني عايش حياه قريبه جدا ليكي، فتقول له بس انا هبقى عيلتك من دلوقتي ورايح، هنقضي كل اجازتنا سوا وهنحتفل سوا بذكرياتنا دول، وتاني يوم تصحى هيون وما تلاقيش كان جنبها ويرن فونها وترد وتقول مين معايا، وتكون جين اختي كان اللي بتقول لها تعالي بيت عيلة هو دلوقتي، فتستغرب هيون وتقول لها عشان تعملي فيها زي المرة اللي فاتت، فتقول لها ان الجدة اللي طلباكي مش انا، انت مش عارفة تحترمي كبار السن حتى، انت ومن وقت ما اتجوزتي اخويا ومحدش شافك من العيلة، ولا انت عاوزة تعصي اوامر الجدة من دلوقتي، فتقول لها انا هاجي حاضر، وتقفل وتقعد وتبعت فويس لكان وتقول له الجدة طلبتني في بيتكم القديم هروح اشوف في ايه، وهناك تكون الجدة بتسأل جين هيون هتيجي امتى، فتقول لها قالت ان هي شوية وتكون هنا، اول ما عرفت انك انت اللي عاوزاها بس يا جدتي، خليني اعرفك البنت دي مغرورة قوي وكل اللي فرق معاها فلوس اخويا، ده غير ان اخلاقها مش كويسة وخدعت خطيبها القديم، مش عارفة ازاي خدعت اخويا الصراحة، بس النوع ده من الستات بتقدر تخطف الرجالة، ويخبط الباب هنا وتقول اكيد هيون، وفعلا تدخل هيون وتقول اهلا جدتي، فتقول لها انت متجوزه كان وما تجيش تشوفيني ولا مره، انت ما بتحترمينيش ولا ايه، فتقول لها لا ابدا يا جدتي انا عارفه انك اكيد مشغوله وما ينفعش اجي ازورك فجاه كده، لازم تكوني عارفه، فتقول لها من وقت ما اتجوزتي كان وبقيتي فرد من عيلته هو، انت لازم ما تطلعيش من البيت تاني عشان ما حدش يعرف عن عيلتنا اي حاجه، وتقوم فتقول لها هيون حاضر يا جده، وتطلع الجدة وجين وتبص الخدامة على هيون وتقول مش فاهمة ازاي السيد كان اتجوز واحدة فقيرة زيك، دي اهنا لعيلته هو، ده لومة مزاج الجدة كويس النهاردة ما كانتش دخلتك البيت اصلا، فتقول لها هيون ان انا مرات كان هو والكنة لعيلته هو وانت مجرد خدامة عندنا ولسه ليك عين تتكلمي عليا، وتسيبها وتطلع، وتطلع معاها جين وتقول لها انت طالعة معايا ليه، فتقول لها جدتي طلبت ان انا اوصلك، فتقول لها شكرا انا هرجع لوحدي، فتقول لها انت مفكرة ان كلام الجدة ممكن يترفض عادي، فتتضايق هيون ويركبوا سوا فعلا، وتقول جين هيون انت لسه ما تعرفيش الجد، ما تفكريش برضو انك تعرفي اخويا، مش عشان بيعاملك كويس يبقى بيحبك، اخويا طول عمره بيحب بنت اسمها سو وانت مجرد بديله ليها بالنسبه ليه، فتتصدم هيون وتقول في سرها مين سو دي عمري ما سمعت عنها قبل كده، فتضحك جين وتقول واضح كده ان كان معرفكيش حاجة عنها، دي حب حياته فضل يحاول معاها سنين كتير، لكن للأسف ناس كتير بتختار ان هي تسافر وتعيش حياة تانية عشان تحقق احلامها، وبعدين ظهرت انتي وفهمت وقتها ليه اخويا بيحبك عشان انتي بديلة سهلة ليه، وانا قلت اعرفك ده، فتقول لها اعتقد ان لو كان فعلا ما بيحبنيش كان المفروض يجي بنفسه ويعرفني بدل ما يخلي حد تاني يحكي لي، ولا انت شايفة ايه، فتضحك جين وتقول كان شخص مغرور وقاسي هو بس مستني سو ترجع من السفر ويطردك من البيت تاني ومن حياته، وتوقف هنا جين العربية وتقول لها انزلي من العربية، فتقول لها ايه انت بتقولي ايه، فبتقول لها ايه ما بتفهميش ولا ايه قلتلك انزلي من العربية، وتتضايق هيون جدا وتنزل وتكون في طريق مقطوع ومفيش شبكة للفون حتى، وتقف عربية كبيرة وينزل منها رجالة وتتخطف هيون وياخدوها ويمشوا، وتبان في مكان وهي مربوطة، وتيجي نان وتقول لها صحيتي، فتقول لها نان انتي بتعملي ايه، فتمسكها وتقول لها انا كنت بدور عليكي بقالي كتير واخيرا الفرصة جاتلي النهاردة، بس خلينا متفقين اني لازم اشكر جين هو ان هي نزلتك في الطريق، فتقول لها نان انا مليش دعوه باللي حصل مع اهلك هم اللي عملوا كده في نفسهم، حتى لو خطفتيني دلوقتي مش هتقدري تغيري اي حاجه، فتتعصب نان وتضربها بالكف وتقول لها كدابه لو ما كنتش موجوده ما كانش ده هيبقى حال عيلتي دلوقتي، فتقول لها عندك حق يا نان وانت برضو يمكن لو ما كنتش سرقتي تشاو مني ما كانش كان ظهر في حياتي، ولا كنت فكرت في حقيقه ابويا ومرات ابويا واللي عملوا فيا طول السنين دي،
بس برضه احب اشكرك، لانك لو ما عملتيش كده ما كنتش قابلتها، كان وحياتي اتغيرت 180 درجة للاحسن. فتتضايق منها نان وتضربها بالكف تاني وتقول لها خليكي كده لما نشوفها تفضلي عند رأيك وكلامك ده لامتى. يا شباب تعالوا العبوا مع البنت الجميلة دي شوية، ويكون افضل تتخلصوا منها بالمرة وتمشي، وهي تصرخ وتقول ابعدوا محدش يقرب مني ابعدوا عني، وهم يضربوها وتصرخ هيون لحد ما يبدأ يغمى عليها، ويجي هنا كان ويقول ابعدوا عنها ويقف على رجليه ويطلع يجري عليها، وتلمحه هيون لمحة خافتة قبل ما تفقد الوعي. وفي البيت تبدأ تصحى هيون وتقول كان هو اللي أنقذني، لا ثواني أنا فاكرة إن أنا شفته واقف على رجليه معقول، ويرن فونها هنا وتقول مين، فتقول لها هيون أنا خالة نان يا ريت تسيبوها، فتقول لها وهي فيها إيه، فتقول لها أنت ما تعرفيش بسبب كان بقت معاقة وبعتها السجن كمان، نان لسه صغيرة وما ينفعش حياتها تنتهي بالشكل ده، فتقول لها هي تستحق ده، لو ما كانش كان نقذني منها كان زماني وضع أسوأ منها دلوقتي، وتقفل. ويدخل عليها كان ويقول لها صحيتي كنت بتكلمي مين، فتقول له خالة نان قلت لها ان هي اخدت اللي تستحقه، صح وانت رجليك، فيسكت كان ويقف ويقرب منها ويمسكها ويقول لها انا اسف ان انا معرفتكش الحقيقة، انا رجلي اتعالجت فعلا، وسبب اللي مخليني اتظاهر ان انا لسه معاق قدام الكل ان انا عارف ان في حد من عيلتي بيحاول يتخلص مني، وطول ما انا ضعيف قصادهم محدش هيهمه امري، وقتها اقدر انا اعرف هو مين وابلغ عنه كمان. ويقعد جنبها ويقول لها بس انا من البداية عاوز اعرفك وخايف انك تفهميني غلط وتلوميني، فتقول له ما تقلقش انا عمري ما هلومك، انا عارفة انك ما تقصدش حاجة، وبعدين انا واثقة فيك، وتقرب منه وتقبله وتقول له كان انا بحبك، فيقول لها وانا كمان بحبك، ويقرب منها ويقول لها لازم نجيب وارث للعيلة بقى. والصبح تصحى هيون ويهزر معاها كان ويرخم عليها وتكون مكسوفة جدا، وبعدين يرن فونه ويرد ويقول ايه سو، فتتضايق هيون وتقول دي سو اللي حكت لي عنها جين معقول، وتقول له سو كان بقالنا كتير ما تقابلناش ممكن تيجي نشوف بعض، ويقول لها تمام، وتلف هيون وتقول شكل الكلام اللي اتقال صح، دلوقتي هو متجوز ولسه عايز يخرج في ميعاد غرامي مع حبيبته القديمه. فيضحك عليها كان ويقول انت بتغيري عليا ولا ايه، فتقول له لا لو وراك حاجه مهمه روح، فيقول لها اللي اتصلت دي سو كانت حبيبتي القديمة، لكن دلوقتي مفيش حد في حياتي وفي قلبي غيرك، وبعدين مين قالك ان انا اصلا هروح لوحدي، انا هاخدك معايا. فتضحك يون وتقول له بجد هتاخدني معاك، فيقول لها طبعا لازم الكل يعرف مراتي حلوة ازاي، وفعلا يروحوا سوا ويوصلوا المكان، وتتصدم سو لما تشوف هيون وتقول كان وصلت اهلا، ويقولوا له صحابه كان انت جايب مراتك معاك ليه، ده سو جاي علشانك، فتقول لهم سو يا شباب بتقولوا ايه، ويقعدوا وتقول دي مراتك، فيقول لها اه هيون جيان، فتقول اهلا انا اسمي سو ما كنتش متخيله اشوف كان متجوز في يوم من الايام، فتقول بجد، فيقول لها اصحابه ان اللي يشوف كان من كام سنه وهو بيجري ورا سو هيعرف ليه كل مستغرب دلوقتي ان هو اتجوز حد تاني، فتقول لهم خلاص يا شباب الكلام ده عدى عليه سنين وكان متجوز دلوقتي بلاش كلام في الموضوع ده، وتقوم وتقول هيون على كده كان دواقك اكله صح، هو طباخ شاطر قوي، وتمسكه فيبعدها كان عنه ويقول ان الكلام ده ايام ما كنت فاضي وحياتي ملهاش معنى، اما دلوقتي انا رئيس مجموعة هو ما عنديش وقت اطبخ، لكن معايا فلوس كتير اخد بيها هيون حبيبتي الاغلى المطاعم، لكن لو مراتي حبيبتي عاوزة تدق اكلي ما عنديش مشكلة اطبخلك في اجازة الاسبوع ده. فتتضايق سو وتقول بس انا ارتحت دلوقتي لما شفتك يا كان، لما مشيت كنت قلقانة عليك جدا عشان مشيت من غير حتى ما ودعك، فيقول لها عادي، فتقوله لا مش عادي انا كنت غلطانة طول السنين دي عشان انا سبتك في وقت انت كنت محتاج لي فيه، فيقول لها سو الكلام ده عدى عليه وقت وبقى قديم، ودلوقتي اتمنى تكوني شايفة بقى عندي حياة تانية، فتقول له اكيد عارفة، وتقول وانا هنا عشان نخبي جوازكو، وتقوم وتديله مشروب وتدي لهيون وتقول اتمنى تكوني سعيدة، فياخد منها كان ويقول لها هشرب بدالك، وتتضايق سو ولسه هتشرب يدخل شاب صديقهم ويمنحها، ويكون دو كمان وصل معاهم ويسلم عليهم ويقولوا كلهم طالما متجمعين ايه رايكم نلعب الحقيقه من الجراءه، ويسالوا هيون اذا كانت موافقه تلعب وتقول اكيد ما عنديش مشكله، ويقولوا خلاص هنبدا واللي ما ينفذش يشرب 3 كاسات، ويجي السؤال عند سو ويسالوها عن سؤال محرج عن لون هدومها الشخصيه وتتكسف وتقول ابيض، ويكملوا لعب، ويجي الدور على هيون ويقول حقيقه ولا جراءه، وتقول اختار الجراءه اكيد، فيقول دو
هي كده زوجة اخويا شجاعة طول العمر، ويقول الحكم ان هي تقبل شاب من هنا، فيبتسم كان ويشدها عليه ويقبلها قصاد الكل، وطبعا تتغصوا جدا ويلعبوا تاني، ويجي الدور على كان ويسألوه حقيقة ولا جراءة، ويختار الحقيقة ويقول قولنا بقى بتحب هيون اكتر ولا لسه بتحب سو، فتبتسم سو وتبصله، فيحضن هيون ويقول طبعا هيون، لو ما كنتش بحبها ما كنتش اتجوزتها، فتضحك هيون، ويجي السؤال عند سو مرة تانية وتقول اشمعنى انا تاني، فيقول لها تختاري جراءة المرة دي، فتقول لا هختار الحقيقة برضه، فيقول لها كملي رد سؤال كان، هل انت لسه بتحبيه ولا زي ما هو انسيكي نسيتيه، فتبصله وتقول كان طول عمره في قلبي وفي عقلي عمره ما غاب عني، فيبص كان لهيون ويقول احنا لازم نروح دلوقتي الوقت اتأخر، فيقول صاحبه كان انت رخم ليه بتبوظ اللعبة وعاوز تمشي، خليك لما نشوف سو هتقول ايه تاني، فيقول اسف بس هيون عاوزة تنام لازم نمشي، فتقول سو كان انا لسه راجع من سنين وانت عاوز تمشي ببساطة كده، انا لسه ملحقتش اقعد معاك، فيقول لها مش مشكلة تتعوض في وقت تاني لما نفضى، ويمشي وتتعصب سو جدا، وفي العربية يمسك ايديها ويقول لها هيون اتضايقتي بسبب اللي حصل النهارده، فتقول له لا نهائي انت قلت ان ده كله كان زمان عشان كده انا واثقه فيك، فيقول لها انا مخلص ليكي والجوازنا ما تخافيش. وتاني يوم في البيت وكان قاعد، تجي له هيون ويقول لها صباح الخير، واضح ان ليله امبارح تعبتك وعشان كده صحيتي متاخر قوي كده، فتقول له فعلا مش عاوزه افتكرها تاني، فيقول لها خلاص الجده اتصلت وعزمتنا على حفله في بيت العيله لو مش عاوزه تروحي ما عنديش اي مشكله، فتقول له لا اكيد لو ما رحتش الكل هيتكلم عني عشان كده لازم اجي معاك، فيقول لها ما تقلقيش هاخد بالي منك، وفعلا يروح الحفله سوا ويكون الكل هناك، وتسلم هيون على الجده لكنها بتبص لكان وتقول له بقالك فتره كبيره متجوز، طب مش تيجي تشوفنا ولا مالكش عيله خلاص، فيقول لها جدتي انت عارفه ان اداره شركه هوم السهله برضه، فتقول له حتى لو كنت مشغول لازم تهتم بعيلتك، وبعدين انت متجوز بقالك كام شهر مش المفروض تنجبوا حفيد للعيله بقى، فتتصدم هيون وتقول ايه حفيد، فتقول بنت عم كان ايوه ولا خايفه على جمالك يروح، ويضحك ابن عمه ويقول يمكن هيون ما بتخلفش بس انت يا كان ازاي تتجوز واحده زي دي، فيبص له كان ويقول له ايه خلصت كلامك، طيب هو مش المفروض برضو ان بنتك تتجوز بقى وتخلف هي كمان ولا ايه، انا سمعت ان ابن عيله تشين عاوزها، فتتعصب البنت وتقول له انت مش عارف ان ابن عيله تشين ده مستهتر وسمعته وحشه انت عاوز ترميني، فيقول لها انت مش قلتي قبل كده انك عاوزه تتجوزي، فتقول لها جدتي شايفه بيقول لي ايه، فتقول الجده كفايه كلام احنا عاملين حفله صغيره بس انتم وجعتولي دماغي، وتوصل سو الحفله هنا وتكون جايبه هدايا كتير، وتقول لها الجده سو انت دايما كده بتجيبي حاجات كتير معاكي، وبعدين انت مش كنت مسافره بره رجعتي امتى، فتقول لها ما كانش ينفع يكون عيد ميلادك يا جدتي وما جيش، فتقول لها انت حبيبتي، ويتضايق كان جدا ويبصوا عليهم وتقول سو لهيون عامله ايه، فتقول لها تمام، يبص لها كان ويقول جدتي هنطلع فوق انا وهيون ناكل اي حاجه، فتقول له ماشي، ويطلعوا فوق فعلا، ويقول لها كان انا ما كنتش اعرف ان سو معزومه، فتقول له مش مشكله، فيقول لها تمام خليكي هنا كلي اي حاجه وانا هتكلم مع ابن عمي شويه، فتقول له تمام، ويمشي كان، وتيجي سو لهيون وتقول اختي انت قاعده هنا لوحدك، فتسيب هيون الاكل وتقول طعمه شديد، وتتجاهل كلام سو لكنها بتقول لها انا وكان كنا حبايب وعشان كده انا قريبه جدا من عيلته واتمنى ما يكونش عندك مشكله في ده، فتضحك هيون عليها وتقول لا طبعا ما عنديش مشكله، فتقول لها بجد خلينا نبقى اصحاب بقى، ولو في يوم عاوزه تعرفي اي حاجه خاصه بكان اساليني انا عارفه كل حاجه عنه، زي اكتر نوع بيجامات بيحب يلبسها مثلا، وبيحب يعمل ايه قبل ما ينام، وبيحب ياكل ايه، وحاجات كتير عارفاها عنه، عارفه يا هيون هو كان اخد باله مني قوي لدرجه يوم ما سافرت وصل لحد المطار وشافني وانا بركب الطياره، اه بس ما فهمش غلط انا مقصودش حاجه، هو دلوقتي معجب بيك انت صح، وبدا يعملني زي اخته الصغيره، فتقول لها انت بتدرسي التمثيل ولا ايه، فتقول لها انت تقصدي ايه، فتقول لها بقول ان بعد كل محاولاتك عشان تبيني ليا انك قريبه من كان وعارفه عنه كل حاجه بتعملي نفسك ما تقصديش حاجه في الاخر، بس انا فاهماكي عاوزين اتضايق من كان واسيبه صح، بس ما تقلقيش انا مش هعمل كده لاني بحب كان جدا واثقه فيه، فتتعصب سو وتقول وانت مفكره بجد ان كان معجب بيك انت، هو اتجوزك غصب عنه عشان شكله قصاد الناس بعد ما سبته ومشيت، وعشان كده انا بعاملك كويس لحد دلوقتي، بس ما تاخديش مقلب في نفسك وتفكري نفسك حاجه كبيره ولا حاجه،
فتقول لها وانا ما فكرش ليه ان هو بيحبني، احنا كويسين سوا فعلا وشايفه حبه ليا في كل حاجه وفي كل تصرفاته. وبعدين يا سو انت اللي سبتيه كان ومشيتي، ومشيتي ليه؟ راجعه دلوقتي بتحاولي انك تاخديه تاني، بس خليكي عارفه ان ده مش هيحصل. فتضحك سو وتقوم وتقول لها قريب جدا كان هيرجع لي تاني يا هيون، انت مش كويسه بالنسبه لي، اما انا بنت عيله كبيره وجده كمان معجبه بيا وعاوزاني الكان، وعشان كده انت مالكيش اي مكان هنا. فتقوم هيون وتقول سو العلاقه بيني وبين كان ملهاش علاقه بالعيله ومين غني ومين فقير، احنا الاتنين بنحب بعضنا جدا وانا عمري ما هتخلى عنه. فتاخد بالها سو ان كان جاي وتقع وتصرخ ويقول كان ايه اللي بيحصل هنا. فتقول سو كان انا كنت بتكلم مع هيون عادي بس هي زقتني فجأة، بس انا متأكدة ان هي ما كانتش تقصد ده اكيد. فيبص كان لهيون ويمسك ايديها ويقول سو ما اعتقدش ان هيون ممكن تعمل كده، واتمنى منك ما تضايقهناش تاني، انا وهيون علاقتنا كويسة ما تتدخليش بينا، لكن لو فكرت تقربي من هيون في اي وقت انا بحذرك لانك وقتها هتشوفي هعمل فيكي ايه. فتقول انت مش مصدقني؟ فيقول لها لا، ويقول لهيون يلا بينا ويمشوا وتتغصوا، وتقول انا هوريكي يا هيون ازاي تخلي كان يكلمني كده. وبره يسالها كان شو ضايقتك في حاجه؟ فتقول له كانت بتتحداني ان هي ترجع لك وبعدين انت جيت. فيقول لها وانت سكتي؟ فتقول له انت ازاي حبيت بنت زيها؟ فيقول لها ومين قال ان انا بحبها؟ انا بحبك انت. وفي الوقت ده تنزل صوت كمل الحفل عادي جدا ويقول ابن عم كان يا ريتك يا سو كنت اتجوزتي انت كان بدل ما تسافري وتسيبي البنت زي دي. وتقول بنته ايوه عندك حق يا بابا، شايفه اللي اسمها هيون دي عامله ازاي؟ مش شبهنا خالص، اما انت بحبك قوي يا سو. فيجي هنا كان ويقول لهم طالما عجبكوا قوي كده ما تشوفوا لها عريس، ويقول لها ولا اقول لك ما اخوكي موجود. فتقول له كان انت بتقول ايه؟ اخويا لسه صغير. فيقول لها فين المشكله؟ فتقول له كان انت بتعاملني كده ليه؟ انت لازم تحترمني شويه. فيقول لها اللي ما بيحترمش مراتي ايا كان هو مين ما اقدرش احترمه، ولو حد فكر يأذيها مش هيفلت مني. فتتعصب البنت وتقول انا هقول لك كده عن اللي انت بتقوله ده. فتقول لهم سو معلش يا كان ما تزعلش هي بتهزر معاك بس. فيقول لها سو اتمنى ما تتصليش بيا تاني ولا اشوفك مره تانيه، ويقول لي هيون يلا نمشي. وبره تقول له هيون الجده مش هتزعل عشان انا مشيت. فيقول لها يعني عاوزه تفضلي هناك وتسمعي الكلام ده؟ فتقول له مش مهم اللي بيتقال. فيقول لها لا وانا مش عاوزك تسمعي حاجه تضايقك، يلا بينا نمشي. يمشوا فعلا. وتاني يوم تروح هيون كافيه تقابل شو اخوها وتكون فرحانه جدا، ويقول لها اختي ما شفتكيش بقالي كتير قوي من وقت ما خرجت من المستشفى. فتقول له انا اسفه ما تزعلش انا كنت مشغوله شويه. فيقول لها مع صهري صح؟ فتضحك وتقول له اه. فيقول لها خلاص سامحت طالما فرحانه مش عاوز حاجه تانية، بس انا اتصلت بيك عشان اقول لك على مفاجاه. فتقول له ايه؟ فيقول لها انا اتقابلت في كليه احلامي. فتتصدم هيون وتفرح جدا وتشوفهم سو سوا وتصورهم هم حاضنين بعض. وهيون تقول له انا فرحانه بيك، والماما لو كانت موجودة في الوقت ده كانت هتبقى فخورة بيك جدا. وهنا تمشي سو وتبعت الصور اللي كان وتكتب له ما كنتش متوقع انك متجوز واحدة رخيصة وفاسدة بالشكل ده. فيشوف كان الفيديو ويرن على سو يقول لها انت عاوزة ايه؟ فتقول له زي ما انت شايف كده، كنت قاعدة في كافيه ولقيت هيون قاعدة مع راجل وحضنته كمان، والصراحة انا شايف انك مخدوع فيها. فيقول لها اه بجد؟ انت عندك موهبة التصوير على كده صح؟ فتقول له كان انت بتهزر ليه؟ فيقول لها كمان مش عاوزين نهزر، انت بتدخلي في حياتنا بصفتك ايه؟ فتقول له كان هيون هي اللي عملت حاجة غلط مش انا، انت بتزعق لنا ليه دلوقتي؟ فيقول لها انت مفكرة ان انا ممكن اصدقك تاني؟ وبعدين غير كده اللي مع هيون في الفيديو ده اخوها الصغير، وفي مشكلة كمان ان هي تحضن اخوها، انت مفكرة كل فاسد زيك ولا ايه يا سو؟ بصي انا بحذرك اياك تضايقي هيون، ما تفكريش لما تعملي كده هزعل من هيون، انا واثق فيها جدا وبحبها. ويقفل وتتعصب سو جدا وتقول خليك واثق فيها وانا هتخلص منها، وتروح تعيط لواحد صاحبها وتقول له هي هيون فيها ايه احسن مني يعني؟ ليه كان متعلق بيها قوي كده؟ هي حضنة راجل في مكان عام ومع كده ما عندوش مشكلة وبيزعقلي، انا عشان عرفته الحقيقة ماشي. فيقول لها سو اياكي تزعلي انا هنا معاكي. فتقول له اخ هان انت لسه بتحبني صح؟ فيقول لها طبعا بحبك. فتقول له يعني لو اتظلمت هتساعدني اخد حقي؟ فيقول لها اكيد، قولي انت بس عاوزه ايه وانا هعمله. فتقول له هيون خلتني عني كتير وانا عاوزاها تختفي واتخلص منها، هتقدر تساعدني في ده؟ فيقول لها طبعا انا هخليها تدفع الثمن. فتقول له هان انت لطيف قوي، ويشربوا سوا. وفي البيت يكون كان وهيون سوا بيتفرج على مسلسل ملك الاحترام، السكرتيره كام، ويقرب كان من هيون في مشهد رومانسي ويقبلها، وتضحك هيون وتقول له تفتكر هتبقى نهايتنا سعيده زي ابطال المسلسلات كده؟ فيقول لها طبعا انا بحبك وهفضل احبك طول العمر، وما يهمنيش اي حاجه تتقال عنك او تحصل، المهم انك جنبي. وبعدين يقول هيون
انا كمان كام يوم هسافر عشان اطور مشروع جديد خاص بالشغل، هتيجي معايا؟ فتقول له بجد عاوزني معاك، فيقول لها اكيد المشروع ده خاص بيا انا، بعيد عن عائلة هو، عشان كده محدش يعرف عنه اي حاجة، لو قدرت اوقع العقد هبقى حر من شركة هو. فتفرح يوم جدا وتقول له خلاص هاجي معاك، وفعلا يسافروا سوا. ويقول لها ايه رأيك يا حبيبتي، المكان جميل؟ فتقول له اه جميل قوي، انا نفسي اعيش في مكان زي ده. فيقول لها بجد ما عنديش مشكلة ان انا اعيش معاكي. فتقول له بس لما هيبقى عندنا عيال هنعمل ايه؟ فيقول لها عيالنا؟ انتي عاوزة تجيبي وريث صغير بجد؟ فتتكسف هيون. فيقول لها يلا نمشي. ويقول لها المكان هنا بيكون احلى بالليل اكتر، ايه رأيك ابقى اجيب لك فيلا هنا؟ فتقول له لا كتير ملهاش لازمة. فيمسكها ويقول لها هيون انا قلت لك اقدر اجيب لك اي حاجة علشانك. وهنا يبان مجموعة بيبصوا عليهم، ويقول واحد منهم انتوا مش قلتوا ان كان ده معاق؟ فيقول له اه ده اللي قاله لي اللي طلب مننا نعمل فيه كده، بس هو نفس اللي في الصورة، معاق او لا لازم نتخلص منه زي ما مطلوب مننا. ويطلعوا يجروا عليهم، فيخبي كان هيون وياخدها ويطلعوا يجروا، وهم بيجروا وراهم. وتقول هيون هما مين دول، عاوزين مننا ايه؟ فيقول لها اكيد خايفين ان انا اكمل المشروع، عاوزين يتخلصوا مني. فتقول له هنعمل ايه دلوقتي؟ فيقول لها ما تقلقيش انا هاخد بالي منك. فتقول له انت؟ هما لسه وراهم لحد ما يوصلوا لنهاية الجبل ويقفوا، ويقول لهم خلاص مفيش مكان تهربوا فيه بعد كده. فيقول له كان تقدر تعمل فيا اللي انت عاوزه بس ما تلمسهاش هي. فيقول له بس احنا مطلوب مننا نتخلص منكم انتوا الاتنين. فيبص كان لهيون ويقول لها انت واثقه فيا؟ فتقول له طبعا. فيقول لها ايه رايك ننط من هنا ولو انتهت حياتنا نبقى سوا، وخليكي عارفه ان مقابلتي ليكي كانت اجمل حاجه في حياتي. فتقول له وانا برضو. فيقول لهم الرجاله انتوا بقى كفايه الكلام الهبل اللي انتوا عمالين بتقولوه ده. فينطوا الاتنين، ويتصدم الراجل ويقول ان هو ازاي قدر يعمل كده. وبعدين تصحى هيون في المستشفى وتلاقي المساعد قاعد جنبها، ويقول لها صحيتي اخيرا انت كويسه؟ فتقول له انت بتعمل ايه هنا؟ فيقول لها الرئيس طلب مني ان انا احميكي. فتقول له كان هو عامل ايه دلوقتي؟ فيقول لها ان هو لسه ما فاقش بس اصابته اكبر منك لانه حضنك عشان ما تتصابيش انت. فتخاف هيون، فيقول لها اهدي ما تقلقيش، الدكتور قال ان هو هيبقى كويس، هو لسه ما صحاش بس مش اكتر، يا ريت تاخدي بالك انت من صحتك. فتقول له بس انا عاوزه اشوفه. فيقول لها ماشي، وياخدها ويروحوا اوضه كان، وتجري عليه وتقعد جنبه وتقول له هو كان متوقع ان هما ممكن يعملوا فيه اي حاجه. فيقول المساعد بس ما كانش متوقع يكونوا بالشكل ده. فتقول له كويس ان انا كنت معاه وقتها. فيقول لها فعلا ما تقلقيش، المستشفى هنا متراقبه كويس وانا موجود. فتقول له الدكتور ما قالش هيصحى امتى؟ فيقول لها لا بس انا متاكد ان هو هيصحى قريب جدا. ويدي لها علبه ويقول لها ان دي فيها متعلقاته الشخصيه، فتشوف سلسلتها اللي فقدتها اول المسلسل وتتصدم وتقول دي سلسلتي. وتقول في سرها ان هي اختفت قبل فرحي مع تشو لما كنت مع الراجل الغريب في الفندق، ازاي وصلت لكان؟ وتقول للمساعد هي دي بتعمل ايه معاه؟ انا دماغي لفت. فيقول لها تقدري تسأليه بنفسك لما يصحى. فتقول له طيب، ويطلع المساعد وتقول هي كان اصحى بقى، انت مش عاوز تنتقم اللي عمله فينا كده؟ وبعدين هو انت مش قلت لي انك عاوز ابن مني؟ ده غير انك وعدتني ان احنا هنزور المكان ده تاني سوا، لو ما صحتش هعيش ازاي من غيرك؟ كان اصحى ارجوك، مش معقول هتسيبني لوحدي بالشكل ده. ويبدأ في الوقت دوت كان ان هو يفوق، وتقول له صحيت؟ فيقول لها هيون. فتقول له انا هنا، وتعيط. فيقول لها انا كويس ما تقلقيش. فتمسك ايده وتقول له عشان كده لازم تبقى كويس قريب. وفعلا يبدأ يتحسن كان اخيرا، وتقعد هيون جنبه ويقول لها ما تقلقيش بقيت كويس. فتقول له ما كنتش هقدر اعيش من غيرك، بس صح يا كان انا كنت عاوز اسألك عن حاجة، السلسلة اللي معاك دي بتاعتي، انا يوم فرحي بتشو كنت مع شاب وقعت مني. فيقول لها عارف، لان انا كنت الشاب ده، انا اللي اخدتها معايا وقتها وقلت المساعد يعرف لي كل حاجة عنك، وعرفت الحقيقة وقتها وطلبت ان انا اتجوزك كمان. فتتصدم هيون، فيقول لها هيون فاكرة وانت صغيرة لما نقصتي طفل صغير من ناس بتجري وراه وبتحاول ان هي تخطفه؟ ويفتكر لما كان صغير وهيون نقذته وعجبته السلسلة وقتها وسألها عليها، وقالت له ان ماما اديتهالي، وسألته هما بيجروا وراك ليه؟ وبيقول لها ان في حد عاوز يتخلص مني. وتقول له ما تقلقش انا معاك. وتفوق هنا هيون وتقول له ايه هو ده كان انت؟ فيقول لها وقتها كان بيحاول حد من العيلة ان هو يتخلص مني برضه، لكن لحسن الحظ انك نقصتيني. فتقول له واضح اننا كنا نعرف بعض من زمان قوي. فيقول لها اه. فتقول له امال ليه معرفتنيش ده ليه قبل كده؟ فيقول لها لو عرفتي وقتها ان انا الشاب الغريب اللي كنت معاكي في الفندق كنت هربتي مني من زمان، وعشان كده طبعا استنيت تقعي في حبي الاول. فتقول له يعني كل دي كانت خطتك؟ بس خلاص ما تقلقش انا دلوقتي خلاص واقعه في حبك فعلا ومش ههرب. فيقول لها وانا مش هسيبك تهربي. ويدخل عليهم المساعد هنا ويقول رئيس كان في اخبار ان هما بيدوروا عليك في الاوضه التانيه.
فيقول لي يبقى اللي قلت عليه حصل. هم عاوزين يعرفوا انا لسه موجود ولا لا، بس انا هروح لهم بنفسي واعرفهم ان انا على قيد الحياة لسه. وفعلا يروح كان بيت العيلة وتتصدم جدا لما تشوف واقف على رجليه تاني، وتقول له انت كويس؟ فيقول لها اه يا جدتي ما تقلقيش. فتقول له طيب اقعد، ويقول ابن عمه كان انت كويس؟ كنا خايفين عليك. فيقول بجد؟ وانت عرفت منين؟ لحسن في ناس عاوزة تتأكد ان انا موجود ولا لا عشان تاخد مكاني، زي ما سمعت انك اشتغلت مكاني في الشركة كده. فيقول له لا انت ما كنتش موجود، وكان لازم حد يدير الشغل في الوقت ده، وبعدين ما تقلقش انا عملت صفقة كويسة قوي امبارح. فيقول له بس انا رجعت، تقدر تستريح انت بقى. فتقول الجدة كان انت كنت فين كل ده؟ فيقول لها ما تقلقيش، انا كنت بفسح عيون في بلد قريبة، لكن طلع علينا مجموعة زي ما انت سامعة كده عاوزة تتخلص مننا. فتقول له بجد؟ ومين دول؟ فيقول لها بدور في الموضوع، ولما اعرف مين مش هرحم حد فيهم. فتقول له هيون كانت معاك في الوقت ده كله؟ فيقول لها اه، من غيرها ما كنتش هبقى كويس دلوقتي. ده غير يا جدتي ان هيون هي نفسها البنت الصغيرة اللي انقذتني واحنا صغيرين. فتقول له بجد؟ ويكون ابن عمه متغاظ ويقول كان ان هو دايما بتنقذني، وتقول الجده في سرها اني كنت فاهمه هيون غلط طول الوقت ده، وتشكرها وتفرح هيون جدا ان الجده بدات تعملها كويس اخيرا. ويقول هيون ان انا هتمشي لان انا ورانا شغل دلوقتي، ويمشي. ويقول ابن عمه للجده كويس ان كان رجع بخير تاني. فتقول له اه اتمنى تكون تقصد كلامك فعلا وتمشي. وفي الوقت ده يوصل كان الشركة ويشوف شاب قريبه هناك، ويستغرب ان كان كويس. فيقول له شكلك مش مبسوط ان انا رجعت صح ولا ايه؟ فيقول له لا نهائي. فيقول له امال اخد راحتك واخد مكتبي كمان؟ فيقول له انا كنت لازم اكمل الشغل في غيابك، لكن هطلع دلوقتي اخد حاجتي من فوق. ويمشي، وتيجي السكرتيرة تجري عليه وتقول له رئيس الانسة سو هنا وعمالة بتعيط وبتصرخ وعاوزة تقابلك. فيقول بجد؟ دخليها. ويقعد، وتيجي سو هي بتصرخ وتقول له رجعت؟ فيقول لها وطي صوتك احنا في الشركة. فتقول له يعني زي ما سمعت فعلا انت قمت من على الكرسي المتحرك؟ طيب وانا؟ فيقول لها ماليش علاقة بيكي. فتقول له ازاي؟ انا قلقت عليك اول يومين اللي فاتوا دول، وكنت بعيط طول الوقت وما صدقتش كلامك كل عنك، وكنت متأكدة انك هترجع تاني وتقعد جنبه. وتقول له كان في الايام اللي اختفيت فيها دي عرفت ان انا بحبك قد ايه، انا طول العمر بحبك، انا طول الوقت بحبك ومش هقدر اعيش من غيرك. وتقرب منه فيبعدها ويقول لها انت ناسي ان انا متجوز؟ فتقول له عارفة، انا عارفة انك متجوز، بس كل ده علشان وريث العيلة صح؟ ده غير انك لو طلقتها واتجوزتني هقدر اساعدك انا وعيلتي. ما تنساش بابا ما عندوش غيري وبيسمع كل كلامي، واكيد هيساعدك تتخلص من اللي عمله فيك كده، وانا هكون معاك. فيبعدها ويقول لها سو انا متجوز وعمري ما هسيب هيون، ده غير ان انا مش محتاج مساعدة من حد علشان اعرف اللي عمل فيا كده. فتقول له بس هيون ما عندهاش حد يساعدك، انت ليه متعلق بيها قوي كده؟ فيقول لها عشان بحبها. وبعدين يا سو انا عملت كل اللي في ايدي عشانك قبل كده، وقلت لك ان كل ده انتهى، واتمنى ما تقربيش مننا تاني، ويا ريت تمشي من هنا يلا. فتعيط سو تطلع تجري بره، وتصادف بره هيون وتقول لها انت جايه هنا تعملي ايه؟ فتقول لها ايه؟ جايه لجوزي المفروض استاذنك مثلا. فتقول لها هيون انت ليه ماسكه قوي كده في كان؟ انت بنت فقيره وما تستحقهوش. فتقول لها انت اللي هتقرري انا استحقه ولا ايه؟ وبعدين انت مين ومتضايقه كده ليه؟ هو كان طردك؟ فتقول لها انت فاسده وهتعيكي حياه كان، انت وعيلتك ومش هتقدري تساعديه في اي حاجه، انت لو بتحبيه فعلا المفروض تسيبيه. فتقول لها بجد؟ الحب بيجي الاول يا سو، ومساعدتنا لبعض بحبنا الحقيقي مش زيك، وبعدين لو في حد فاسد هنا هيكون انت اللي وقع في حب راجل متجوز. فتتعصب سو وتحاول ان هي تضربها، لكنها بتمسك ايدها وتقول لها انك بالنسبه لكان ولا حاجه يا سو، وانه لو كان عاوزك كان اخدك. وتسيبها وتمشي، وتدخل لكان اللي بيقول لها اتاخرت ليه؟ فتقول له ان انا قابلت سو بره وقالت لي ان انا مأخرة حياتك المهنية بسببي وبسبب عيلتي، هل ده صح يا كان؟ فيقول لي انت بتقولي ايه؟ انت بتتكلمي بجد؟ انت كل حياتي. فتضحك وتقول له انا بهزر معاك. وتاني يوم الصبح يقرب منها كان ويهزر معاها ويقول لها ده وقت انجاب وريث صح؟ لكن فونه بيرن، ويكون المساعد اللي بيبلغ عن اختفاء الجدة، ويتصدم كان ويقول ايه؟ دوروا عنها حالا وانا جاي. فتسأله هيون حصل ايه؟ فيقول لها الجدة اختفت، دول اكيد نفس اللي حاولوا يتخلصوا مني. فتقول له وايه علاقة الجدة بده؟ فيقول لها هم عملوا كده عشان يهددوني مش اكتر، لكن ما تقلقيش انا بدأت اعرف هم مين فعلا، وان انا هنتقم منهم، لكن انت خليكي هنا دلوقتي لان الكل عارف انك حبيبتي وممكن يحصل لك اي حاجة. فتقول له ماشي انا هستناك هنا. ويروح كان للمساعد ويقول له ان انا وصلت لهم فعلا، ويبان ابن عم كان، ويقربوا هم قاعدين مع بعض، ويقول له بعض ان طول ما الجدة في ايدينا كان هيفضل خايف وهيعمل اي حاجة احنا عاوزينها، واننا هنقدر نتخلص منه قريب ونمسك الشركة براحتنا اخيرا. ويكونوا فرحانين جدا، ويجي المساعد ويقول الشرطة هنا، ويتصدموا ويقولوا ايه الشرطة؟
ويقول الشرطة انكم مشتبه بيهم في التخلص من الرئيس هو جده، فيقولوا وانتوا بتمسكوا اي حد من غير دليل كده، فيدخل كان ويقول الدليل معايا طبعا، امال هجيب الشرطة ليكم ازاي، معايا دليل على انكم اللي اتخلصتوا من ابويا وخطبتوا الجدة، ده غير انكم اختلستوا فلوس كتير من الشركة طول السنين دي، ويتم القبض عليهم فعلا. وبعدين يظهر كان مع هيون وتقول له اخيرا وصلنا لاخر الموضوع ده، ومش هقلق عليك تاني من حد ان هو يحاول يقرب منك او يعمل فيك حاجة تاني. فيقول لها شكرا انك جنبي، وان انا لازم دلوقتي اخدك تشوف ابويا وامي، وان هم هيحبوك جدا. وفعلا يروحوا سوا، ويقول كان ليهم انا اسف بقالي كتير ما جيتش زرتكم، لكني النهارده اخيرا انتقمت ليك، وعاوز اعرفكم دلوقتي بمراتي هيون، ما قدرتش اعرفكم بيها من فتره، لكنها هي اللي انقذتني وانا صغير، انتوا عارفينها اكيد، ده غير ان هي اللي علمتني يعني ايه حب طول ما هي معايا انا كويس. وتقول لهم هيون اتمنى تكونوا شايفين سعادتنا وفرحتنا، احنا فرحانين قوي، ويا ريت تكونوا فرحانين لينا دلوقتي. وتقول له كان خلاص بقى ما تزعلش، فيقول لها من وقت وفاة عيلتي وما كنتش حاسس بالبيت نهائي لحد ما انت جيتي. فتحضنه وتقول له وانا هفضل عيلتك دايما. وبعد فترة يقابل كان أخو هيون شو، ويقول إن بعد كل المشاكل دي ده وقت إن أنا أعمل لأختك هيون فرح يليق بيها، وعاوزك تساعدني. ويقول له أكيد يا صهري، وفعلا ياخد هيون تقيس الفستان وتكون فرحانة، ولكن طبعا لازم حد يجي يبوظ فرحتها. وتيجي جين أخت كان وتقول أنت هتتجوزي حد تاني ولا إيه، فيقول شو إن أنا أخوها وبعدي عنها أحسن لك، وتمشي وتتغاظ. وتمشي جين ويقول شو لهيون كبر دماغك منهم، ويطلب ان هما ياخدوا الفستان ده. وتروح جين لسو وتقول لها ان اخويا قرر يعمل فرح لهيون، وان هي كانت بتقيس فستان الزفاف وتتغصه جدا. وقبل الفرح بيوم يروح كان يتفرج على القاعه، ويعجب بشغل صديقه دو اللي بيكون بيشرف على كل حاجه، ويرن عليه هنا شو يبلغه ان هيون اتخطفت، ويتصدم كان ويبان ان سو خطفت هيون، وتضربها بالكف وتقول لها انتي مجنونه مفكره ان انا هسيبك لكان، وانك عاوزه تتجوزي كمان وتعملي فرح قصاد الكل، وان انا هتخلص منك دلوقتي للابد. لكن بيوصل كان هنا وينقذها، وتقول له سو انت ازاي بتحب البنت دي، فيقول لها اسمعي يا سو مش هسمح لك تقربي من هيون تاني، وانك انت اللي اخترتي تسيبيني اول ما عرفتي ان انا بقيت معاق، وان ده مش حب، وان هيون هي اللي عرفتني معنى الحب الحقيقي. ويطلب من المساعد ياخدها لمركز الشرطه، ويبص لهيون ويقول لها انت كويسه، فتقول له اه بس فرحنا، فيقول لها ما تقلقيش كل حاجه هتبقى كويسه، ويحضنها. واخيرا بيتجوزوا ويلبسوا بعض الخواتم بحضور اخوها ودول مساعد وكل الناس اللي بيحبوهم، بعد ما اخيرا قدروا يبعدوا عن كل ماضيهم الوحش. وهنا نكون وصلنا للنهايه السعيده، وهنا نكون خلصنا احداث الجزء الثاني والاخير من المسلسل. اتمنى يكون الفيديو نال اعجابكم، لو عايزين ملخص مسلسل جديد ما تنسوش توصلوا الفيديو ل 1000 لايك في اسرع وقت ممكن. وقبل اي حاجه ما تنسوش تشتركوا في قناتنا وتزودوا عيلتنا الجميله فرد جديد، ولو الفيديو عجبكم ضغطوا لايك الجميل وكومنت اجمل عشان نستمر ونقدم اكتر. وبس يا حلوين اشوفكم في فيديو جديد، باي باي.